وطبعا عندنا حاجات كتير نتكلم مع حضرتك فيها. خلينا نبتدي يعني ايه باللي حصل مؤخرا، لقاء امس الاهلي وفاركو وثلاثيه رائعه في الشوط الاول، وبعد كده هدوء نسبي لغايه لما تم تسجيل الهدف الرابع في اخر الشوط الثاني. كان لفتره طويله كان ناس كتير جدا يعني واقفين عند تفصيله كده ومندهشين منها، يقول لك ايه، يقول لك الاهلي ما بيحسمش الفوز غير في الشوط الثاني وتحديدا مع نهاياته ويمكن في الدقيقه 90 بلس. فامبارح حصل العكس، يعني الى حد كبير المسائل اتحسبت من الشوط الاول بالثلاث اهداف اللي جم. فشفت اللقاء ازاي امبارح؟ طبعا هو اللقاء يعني بصراحه كان متذبذب الى حد كبير جدا، يعني 15 ثلاث اهداف في 15 دقيقه او اقل من 15 دقيقه، وبعدين هدف لفاركو وهيمنه لفاركو لبعض الوقت. ده يعني على قد ما اسعد جماهير الاهلي بالفوز الكبير، على قد ما انا حاسس ان هي شعرت ببعض القلق. يعني هذا التذبذب ما بين الاجاده العاليه جدا والاهداف الوفيره والتهديف المبكر جدا الى منحنى نازل شويه، وطبعا دي مدعاة لبعض القلق. لكن انا بقول ان اراده لعيبه الاهلي في تحقيق الانتصارات يعني ظاهره جدا من البدايه، وهم لازم يتعلموا من الدرس بتاع امبارح، يعني ان هم يبقوا يقظين جدا في المنظومه الدفاعيه، يعني الشكل الدفاعي على وجه التحديد. يعني ازاي بقى انا جايب ثلاثه ويجي فيها جون بعد ثلاث دقائق؟ ما دي علامه استفهام. يعني حصل صح وبعد كده صحيح، خاصه في الشوط الثاني، ولكن احنا مقبلين على تحديات كبيره جدا خلال شهر مايو الكريم. خمس ماتشات يعني ارزل من بعض. صحيح. والله مصطلح مظبوط. الماتشين مريخ، ماتش بيراميدز وماتش سان داونز، يعني ورا بعض فتره قصيره جدا. والمجموعتين دول الدوري بيحدد لك مصير الفرقه في البطولتين، الدوري وبطوله افريقيا. فبالتالي يعني انا شايف ان الاربعه لهم علامه ايجابيه جدا بعد الخساره امام صن داونز في استاد القاهره، وده بيخلي برضو كل لاعب يراجع نفسه وبيعمل ايه ما بيعملش ايه، يعني يتفرج ثاني وتالت ويشوف هو اثر في ايه واجاد في ايه، لان طبعا مسؤوليه اللعب الفريق الحمراء دي مسؤوليه كبيره جدا. طبعا. فبالتالي وراك جماهير بالملايين، انت بطل افريقيا موسم نسختين ورا بعض، وحامل البرونزيه مونديال الانديه نسختين ورا بعض، فبالتالي ده بيحط على كتافك ويديك مسؤوليه اكبر. أكيد. فلازم ازاي انا اجيب اربعه في مقاصه وبعدين اخسر وبعدين اجيب اربعه في فهنا لازم يسالوا نفسهم انفسهم، يعني اللاعبين يعني ايه نقطه القصور اللي كانت موجوده، ازاي انا بقى عندي جاب ثلاث اهداف في 12 دقيقه ويجي فيها جون بالسهوله دي وتكرر. على فكره انا برضه بقول ان اللقطه دي بتاعت الهدف تكررت، فبالتالي احنا مع التحديات المقبله استاذ كريم الكبيره جدا والخطيره جدا طبعا، وقبل ما نخش شهر رمضان كل عام وانتم بخير، لازم الاهلي يعني يستوضح موقفه من بطوله الدوري وبطوله افريقيا، خصوصا ان احنا هنحط عليهم مسؤوليه لعيبه الاهلي في منتخب مصر طبعا. مع السنه.